السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم ماستر كوتش والمؤلف أسوكا حسن. من الأسئلة بحكم أنا تنمارس الكوتشين لسنوات، تنطرح واحد جوج الأسئلة اللي هي مهمين جدا جدا، وبغيتك أنت ككوتش تفكر فيهم. واش أنا ناجح في ممارسة ديال الكوتشين؟ واش أنا كوتش متميز في المجال ديالي؟ فعلا نفس السؤال طرحه على نفسك. علاش؟ لانه اغلب الكوتشز في الجلسات ديال الكوتشين ديالهم تيخدموا نفس الادوات مع مختلف العملاء، وهنا تيكون المشكل ما تيحصلوش على نتائج اللي تتكون يعني نتائج جيده جدا، خاصه بداك العامل. السؤال اللي بغيت نطرحه على كل كوتش: هل هناك ادوات اخرى ممكن نطبقوها في جلسات الكوتشين؟ نعم ثم نعم ثم نعم. تنقدم لكم إخواني أخواتي الكرام دورة تدريبية مصممة خصيصا لكل كوتش كيفما كان المجال ديالك، اللي هي تصميم وإعداد أدوات الكوتشين الخاصة بجلسات الكوتشين كيفما كان المجال ديالك. فهاد الدورة غادي تساعد كل كوتش على تصميم أفضل أدوات ديال الكوتشين. إذا كانت لديك الرغبة باش تصبح كوتش متميز في العمل ديالك كيفما كان المجال ديالك، سواء الدراسي او المدرسي، سواء الحياه، سواء الازواج، سواء العلاقات، سواء الابوي، يعني كيف ما كان، عند مشاركتك في هذه الدوره ستستطيع مرافقه العميل للوصول لنتائج هادفه ومثمره. ستستطيع فعلا انجاز ادوات خاصه بكل عميل وحسب الاولويات ديالو. علاش؟ فين كيكون المشكل اخواني اخواتي الكرام؟ حنا ملي تنكونوا ككوتشز مبتدئين او ككوتشز تنمارسوا، دائما تنوقعوا في ذاك الفخ استخدام الادوات المتداوله اللي كاين، تنطبقوها على كل العملاء. هنا من خلال مشاركه ديالك في هذه الدوره غادي تتعلم كيفاش تستخدم النماذج باش تخرج، يعني باش تخرج وتصمم يعني ادوات الكوتشين. كذلك في هذه الدوره ستستطيع يعني استخدام يعني مقعد، تنقول مقعد العميل، باش تصمم الاداه المناسبه له. هاد الدورة خاصة بكل كوتش يريد الاحتراف والتميز في المجال ديالو. ابتداء ان شاء الله من الاسبوع المقبل يعني غادي نفتحوا الباب ديال الدورة، الانطلاقة ديال الدورة. لمن يريد يعني التواصل معنا والمزيد من المعلومات، ما عليه التواصل معنا ونزودوا بكل المعلومات. الدورة فيها تخفيض مهم جدا جدا للاعضاء ديال اللي شاركين معنا في الدورات، الناس ديال الماستر كلاس، وتيكون كذلك حتى امتياز الناس اللي تيديروا التسجيل المبكر. تبارك الله عليكم إخواني أخواتي الكرام، وبالتوفيق.